سيدنا محمد النور وآله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا سلطان الإمام علي بن موسى الرضا وأصوله وفروعه وآل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ معين الدين چشتي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش رحمه الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا الشيخ يحيى بن محمد رحمه الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وأبناء طريقته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Inshallah, as we're going along with the tasbih, inshallah, please join us. Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر 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 الله العظيم واتوب إلي 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 استغفر الله العظيم توب إلي استغفر الله العظيم توب إلي استغفر الله العظيم واتوب 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 إلي استغفر الله العظيم توب إلي استغفر الله العظيم واتوب 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 إلي استغفر الله العظيم إلي استغفر الله العظيم واتوب 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 إلي واتوب إلي استغفر الله العظيم واتوب إلي استغفر الله العظيم واتوب إلي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاعلم أنه لا إلا الله الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله سي لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone is well and Ramadan Mubarak. And I guess you guys will notice that we're trying to not use the mics as much in an attempt that everyone can read together and join us together, and so that we ourselves can realize we're not here to entertain, and that everybody realizes that it's not entertainment, but we're trying to get closer to Allah. And so our adhkar, we're trying to connect to Allah subhanahu wa ta'ala with our istighfar, to clean all of our sins away first, to la ilaha illallah, to adorn ourselves. And now with the salawat that we'll recite, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin in nuri wa alihi, we're saying, oh Allah, you send salutations on the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and nur, right, the light, and that you, in your mind, you're thinking about Allah subhanahu wa ta'ala, illuminating your heart with the salawat of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And as you read it, you're sending love to him sallallahu alayhi wa sallam, knowing that he's replying to you specifically back, right, to you. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is replying to you, as per the authentic hadith, that he replies to you. So you yourself, whatever sins you have and whatever difficulties you have, whatever things we've committed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is still replying to you. And he's, that reply is illuminating your heart. So keep that in mind, and we'll try not to use mics as much. So I hope everyone reads together, inshallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله 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 اللهم صل على سيدنا
محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآل اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله we're gonna read also قصيدة that you all are familiar with, so please do join us. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس لها إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Again. No Allah, la ilaha illa Allah. Oh, la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammad.
محمد رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها المريد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. تكرارها ما أحلى، ما أبهاه ما أعلى. تدني العبد من مولاه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله is the only one and no one is like him. He has no father or son. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا شيء فأصدر هي نور على نور. ذكر ربك الغفور، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. خير الخلق عند الله، صاحب العز والجاه. خير الخلق عند الله، صاحب العز والجاه. ختم الرسل إلا محمد رسول الله. لا إله إلا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، يا رب صل
عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. Again. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود، ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه لي ولا ترننت في صلاتي، ولا ترننت في صلاتي، ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. إن قيل زرتم بما رجعتم، إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. قلوا رجعنا بكل خير، قلوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه آلي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على رسول يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على حبيب يا رب صل عليه
وآل الله هم صل على محمد يا ربي صل عليه وآل الله هم صل على محمد يا ربي صل عليه وآل الله هم صل على جميل يا ربي صل عليه وآل الله هم صل على أحمد يا ربي صل عليه وآل ولا ترم نمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآل فيا ليال الرضا علينا عودي لي أخضر من قعودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآل اللهم صل على رحمة يا رب صل عليه وآل اللهم صل على طه يا رب صل عليه وآل اللهم صل على مجتبى يا ربي صل عليه وآل اللهم صل على مصطفى يا ربي صل عليه وآل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, it'll be 2 minutes. I just want to remind myself and remind everyone of our purpose here, based on the ayah that Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Say that if you love Allah, follow me, Allah will love you. If you love Allah, follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah will love you. As if the ayah comes to tell you the entire point of this entire deen, every single thing you do is for love. Love of Allah and love of His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And that's why the hadith, which is authentic, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ. My slave does not get closer to me with extra fasting and extra taraweeh and all of these actions except that I love him. Meaning your end goal is attaining the love of Allah. And there's a quick story I want to tell you as motivation to myself and everyone here of two companions. One whose name was Abdullah, and there's a lot of youth here, and I think we can all get motivation from this story. This companion, his name was Abdullah, and he used to have a drinking problem. Right, Abdullah, the companion of the Prophet ﷺ, had a drinking problem. And he would come to the Prophet ﷺ, receive his punishment for drinking, go back and drink again. And he would come back and he would, same thing over and over, and he couldn't stop drinking. Until they brought him to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and one of the companions says, "La'anak, you know, curse you! How can you never stop drinking?" And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "La tal'an, don't curse him, for indeed in his heart is love of Allah and love of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Don't curse him. He loves Allah and he loves his Rasul. He's still making mistakes, yes, but there's love in his heart." Versus another story of a man, وَهُوَ مِن بَنِي تَمِيمٍ. And the Prophet ﷺ is distributing the spoils of war, and he stands up and he tells the Prophet ﷺ, "I'adil, be just." And obviously the Prophet ﷺ is the most just, and he doesn't need anyone to tell him to be just. And Sayyidina Umar is there. Right? And if you know anything of the seerah, you know when somebody says something like that, Sayyidina Umar stands up and says, "Ya Rasulullah, should we take his neck off?" Right? How can you say something like that? And the Prophet ﷺ says, "Leave him." And listen to the response the Prophet ﷺ gives. He says, from him will come a people who, if you compare your salah, Ya Umar, this is Sayyidina Umar and the big companions there, if you compare your salah to his salah and their salah, you'll belittle your salah. You'll think it's nothing compared to this. If you compare your fasting to their fasting, you'll think your fasting is nothing. This is the greatest of companions. Right? If you compare your Quran to their Quran, you'll think your Quran is nothing.
but they will exit this deen faster than an arrow exits its target. Why? There's no love. They're doing all the actions and they're doing it well and they're doing it perfectly, but there's no love. Versus the first companion, he's faltering and he's making mistakes, but he has love and he keeps trying. And so to remind myself and to remind all of us that we are for love, to increase the love of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever our mistakes are. Like, you're not coming here because you're perfect. If you were perfect, you probably wouldn't have been here. You're coming here because we all have our mistakes. And that's the point of the dhikr, to purify ourselves and perfect ourselves as much as we can. And so it's for us to realize, especially going into the last 10 nights, it's not about melodies and about voices. And so if you don't sound that great, it's okay, still read loud. Right, read, because it's for yourself. It's not for anyone else. Okay, but be present in the dhikr. Evaluate yourself now, and I'll end with this. Evaluate yourself now, 50 minutes later, from what you were before dhikr. Are you closer to Allah? Do you feel closer to Allah? You should be. You should be feeling closer. And if you're not, then that's a deficiency. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our deficiencies, but it's something that we should work on. When we come for the next dhikr, we try harder. And don't get lost in the melodies. Okay, don't get lost in the mics. It's not about the mics. It's not about the voices. It's about getting close. And so ask ourselves, are we closer? And if not, if we're not closer after the Taraweeh and 20 nights of Ramadan, we have some work to do in these last 10 nights. So inshallah, let's renew our intention in this last 10 nights that we're going to try harder to be sincere to Allah and increase our love to Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam in whatever we do. May Allah subhanahu wa ta'ala aid us and guide us and grant the facility of us to attain His love. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى آل بيته الطاهرين والذريات من الصالحين وإلى آبائنا ومشايخنا أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.